السلام عليكم مدارس الوطن العربي. اليوم رح نشرح درس الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لمادة الجغرافيا للصف الثامن من صفحة 35 إلى صفحة 39. بداية رح نتعرف على مفهوم البيئة. البيئة كلنا نعيش في البيئة، والبيئة هي المحيط الذي يعيش فيه الإنسان ويستغل موارده ليستمد منه مقومات الحياة. هلأ عندما يستغل الإنسان الموارد الطبيعية استغلال أمثل، فبالتالي بيتم استمرارية للتنمية المستدامة. شو يعني التنمية المستدامة؟ التنمية المستدامة هي تقوم بتلبية حاجات السكان مع الاستفادة وتوفير حقوق الأجيال المستقبل من خلال استغلال الأمثل لهذه الموارد. استغلال عقلاني بيتم استمراريتها للأجيال القادمة. بداية رح نتعرف على العوامل المؤثرة في استغلال الموارد الطبيعية. قبل التعرف على هاي الموارد رح نتعرف على مفهوم استغلال الموارد. الاستغلال الموارد يعني استخدام الإنسان للموارد الموجودة في الطبيعة وفق حاجاته دون إحداث ضرر فيها والحفاظ عليها للأجيال القادمة، وهي ما يدخل بمفهوم التنمية المستدامة في أي مجتمع كان. بداية رح نتعرف على أول عامل مؤثر في استغلال هاي الموارد، طبيعة المورد. طبيعة المورد من حيث نوعيته كميته، درجة الوفرة لهذا المورد، متى ملائمته لاستغلاله من قبل الإنسان. فعندما يكون المورد لا يتم استخدامه من استغلاله من قبل الإنسان استغلال مثالي أو جيد، أو لا يتم الاستفادة منه، فليس يوجد حاجة لاستخراج هذا المورد. ثانيا السكان. تعرفنا في درس سابق أنه كلما زاد عدد السكان زادت الحاجة والطلب في استغلال هاي الموارد، وهي علاقة طردية ما بين زيادة عدد السكان وزيادة الطلب على هاي الموارد. المستوى التقني. المستوى التقني كلما زاد التقدم التقني العلمي التكنولوجي بيأثر في التالي في استخراج طرق جديدة لاستغلال هاي الموارد من قبل الدولة ومن قبل الأفراد بشكل أفضل. التكلفة. إذا كانت تعود تكلفة استخراج هذا المورد على الجودة الاقتصادية للدولة فيتم استخراجه، لكن إذا كانت التكلفة عالية ولا يعود بالجدول الاقتصادية على الدولة فبيغضي النظر عن استخراج هذا المورد لعدم استفادته والتأثر بالتالي على الجودة الاقتصادية للدولة. الآن رح نتعرف على مؤشرات للاستغلال الأمثل لهاي الموارد الطبيعية. احنا كمان بنعرف انه في العديد من الموارد الطبيعية الموجودة في البيئة، زراعية، مائية، معدنية، مصادر طاقة. بداية رح نتعرف على الموارد الزراعية. كيف بيتم استغلالها استغلال أمثل، فبالتالي بتأثر على التنمية المستدامة للأجيال السابقة القادمة عفوا. بداية الزراعة الكنتورية. شو يعني الزراعة الكنتورية؟ وهي زراعة الأراضي قليلة الانحدار، وأن يكون حراثة تلك الأراضي بشكل عرضي وليس بشكل طولي، لأنه الحراثة بشكل عرضي بيحافظ على التربة من الانجراف وتقليل من جريان الماء على السفوح الجبلية الموجودة واللي تم زراعة الأراضي فيها. ثانيا الدورة الزراعية. ماذا يعني الدورة الزراعية؟ وهي زراعة مجموعة من المحاصيل في هذا العام على أن لا يتم زراعة نفس المحاصيل العام القادم، بالتالي بيعود أنه بنحافظ على خصوبة التربة وبيتم موازنة استهلاك العناصر الغذائية المتوافرة في هاي التربة. مصدات الرياح. تعرفنا على مفهوم مصدات الرياح في دروس سابقة، وهي عبارة عن صف أو عدة صفوف من أشجار قوية مثل أشجار السرو مثلا للحفاظ على النباتات وعلى الأشجار التي إذا تعرضت إلى سرعة الرياح العالية بيتم اقتلاعها وتكسر فروعها. فمن خلال هاي المصدات إحنا بنحافظ على هاي النباتات والمزروعات اللي بتتأثر في سرعة الرياح.
ثانيا بدنا نتعرف على المؤشرات أو الطرق للحفاظ على الموارد المائية، استخدام طرق ري حديثة مثل التنقيط والرشاشات، ثانيا توعية الأفراد للحفاظ على المياه، ثالثا تجديد شبكات المياه باستمرار، ورابعا الحصاد المائي وبناء السدود. ماذا يعني الحصاد المائي؟ وهي عملية تجميع لمياه الأمطار، حيث أن مياه الأمطار تعد المصدر الرئيسي لتوفير المياه في البيئة أو في الطبيعة. بناء السدود، كمان بناء السدود الغاية من بنائها هي تجميع مياه الأمطار للاستفادة في عدة مجالات، اللي هي مجال أنه توفير مياه شرب للإنسان، وفي تغذية الغطاء النباتي بالحاجة المائية. من خلال في عنا عدة سدود في الأردن: سد الموجب، سد الملك طلال، وادي شعيب، ووادي العرب. ثالثا الموارد المعدنية. أول إشي التدوير. ماذا يعني التدوير؟ هو إعادة استخدامنا لهاي النفايات أو المواد الصعبة. مثال عليها العجلات، عجلات السيارات بتم تلوينها واستخدامها في مجال تزيين المنازل، بخلال أنه زراعة مزروعات بسيطة، نباتات زراعية بسيطة أو الورود، وبالتالي بتم تزيين حدائق المنزل. اثنين، إعادة استخدام بعض المعادن. شو يعني إعادة استخدام بعض المعادن؟ مثل أنه إحنا بنعرف أنه في أحيانا بيتم إتلاف بعض السيارات وبيتم عدم استخدامها في المجال من قبل الإنسان، فبيتم صهر كمية هاي المعدن اللي هو الحديد واستخدامه في إنتاج منتجات أخرى يستفيد منها الإنسان. استبدال المواد التي أصبحت أكثر ندرة بمواد أخرى. مثال عليها المواد اللي نستخرجها من النفط، الغاز والكاز، أنه إحنا نستبدلها. إذا كانت النفط متوفر بكميات قليلة في الدولة، فإحنا بنلجأ إلى معادن أخرى أو مواد أخرى. مثال عليها الطاقة الشمسية المتوفرة دائما ومتجددة دائما، فإحنا بنستخدمها من خلال خزان شمسي أو طاقة في بيوتنا بدل استخدامنا للكاز أو للغاز. رابعاً مصادر الطاقة. يوجد العديد من مصادر الطاقة المتجددة والغير متجددة والدائمة والواسعة الانتشار. أنه أفضل الطرق هي استخدام مصادر الطاقة الدائمة كطاقة الرياح، طاقة المياه، الطاقة الشمسية. ونحن تعرفنا بالدرس السابق في درس مصادر الطاقة أنه الأردن كمعظم دول العالم لجأت إلى توفير الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة الشمسية، مثل من خلال تركيب الخلايا الشمسية، كمان استخدام طاقة الرياح من خلال تواجد مراوح الهواء في مناطق عجلون والطفيلة، نسبة أنها هي مناطق مرتفعات جبلية، فبالتالي بتوافر فيها كميات كبيرة من الرياح، وبالتالي بنستخرج الطاقة الكهربائية. ثانيا استخدام فعال للطاقة. هلا احنا بنتعرف انه بنعرف انه في العديد من الوسائل لاستخراج الطاقة في مثلا المجال المنزلي، لكن احنا بنلجأ الى اساليب او طرق جديدة بتأدي نفس الوظيفة لكن بيكون استهلاكها للطاقة اقل. مثال عليها انه تركيب عزل حراري في المنازل أو استخدام مصابيح توفير الطاقة، فإحنا بنكون أدينا نفس الوظيفة لكن تم استغلال الطاقة بشكل أقل. ويعطيكم العافية، وهيك بنكون غطينا درس الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا.